لا يا محطتنا الأخيرة رح نسافر فيها بين الريشة والوتر وبين الكلمة واللحن يلي بلامس الوجدان، رح نتذكر العيد بمساحة وجدانية فنية مع الملحن والمؤلف الموسيقي طارق صقر. صباح الخير وكل صباح عام وأنت النور، بألف خير يا رب. كل عام وانتم نعاد بخير. عليك نعاد بالصحة عليكم بالصحة والسلامة. والسلامة. نعاد عليك طارق، يعني بالبداية دايما بكل مناسبة بتكون أنت معنا. خلينا نحكي بهيدا العيد أو بهذا الوقت، شو في شي جديد حضرته؟ شو في ألحان وزعتها أو جديدة عملتها أو إيه هلا جديد؟ في شيء قيد الإنجاز يعني. أوكي إيه هلا المشكلة بالعمل الفني بجوز ياخذ وقت كتير كبير، يعني ممكن ياخذ 5 سنوات ممكن ليخلص، ممكن يعني ممكن فجأة بتلاقي الإلهام إجا، لكن لحتى يكون مكتمل ويكون جميل يعني بده ياخذ وقته من التفكير ومن ال يعني لحتى تسمعيه مرة وتنتين وثلاثة وتكوني رضيانة عنه. هلا في شغلات جديدة بس يعني هسه قيد الإنجاز كله. دائما بمناسبة الأعياد دائما بيكون في هيك فرحة عيد، أو يمكن بيكون في فعاليات الواحد لازم يلاحقها، ما بتحس إنه لازم يكون في تجديد بأي مناسبة؟ هلا اكيد اكيد لازم يكون في تجديد بكل المناسبات، يعني اي بس ما مناسبة. بيلحق الواحد يمكن ايه يحضر ايه هلا هلا للمناسبات. هلا المناسبة يعني اي مناسبة هي فرصة لانه انت تعرضي الشيء الجديد اللي عندك. ايه فالعمل على هذا الاساس هو لازم يكون شغال طارق، يعني. بكل المناسبات للموسيقى يمكن لها وقعة الخاصة، اليوم خلينا نحكي يمكن العود والسهرات والحفلات بالعيد اللي هن 4 أيام، في كتير من الحفلات، قديش حلوة وقديش مهمة وقديش بتطغى على بتعطي طابع هلا مميز بالعيد. تماما لما بيكون في جو من المحبين يعني والجروب يعني لكل فنان بتلاقي في عنده جروب بحبوه بيتابعوه يعني بيسهر هو وياهم وبيقعد هو وياهم. هلا بالعيد هي مناسبة لأنه كونه عطلة وكل الكل فاضي والكل يعني بيلتموا العيلة أو في الأحباب وقت أو للفرح. تماما. هلا دائما في وقت للفرح بس بالعيد في وقت لانه نجتمع مع اللي بنحبهم. فهلا انا مطروب يعني، هلا امبارح اولت امبارح قاعد مع اصدقائي وعم نازف ونغني، اليوم فايق انا مطروب يلا خلينا خلينا ننطرب إيه. تماما، ننطرب نحن كمان، نحن وكل المشاهدين. الله
الله يعني الله. قديش اللحن اليوم هيك بيقارب البعد الوجداني والروحاني لمناسباتنا. طبعا ما بيتجزأ اللحن، ما بيتجزأ اللحن، يعني هو اللي بيبعث هي البهجة والفرحة والسعادة بالنفس، يعني بيعكس حالتك النفسية، بيعكس الجو العام يعني. يعني مثل ما قلت بيعكس مو بس الجو العام والحالة النفسية، بيعكس على الحالة النفسية. يعني الواحد إذا كان متضايق وسمع أكيد 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 طبعا موسيقى حلوة إجباري بده طبعا يرتاح طبعا 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 ويعيش جو جدا مختلف. طارق أكيد دائما بتتابع إنجازات أشخاص تانيين وخاصة سوريين بالشام، من حفلات، من يمكن اختراع أو إبداعات جديدة بالألحان الجديدة. في شغلات كتير حلوة بتكون، في دمج جديد عم يكون بين آلات شرقية وغربية أيضا. خلينا نحكي عن هاي الحالة، قديش حلو إنك تتابع غيرك ويمكن تستمد منه شي جديد ومميز. ايه اكيد طبعا. هلا بالنسبه للسوريين، للشباب اللي عم يشتغلوا، اصدقائنا كلياتهم طبعا، كلهم مبدعين. يعني هي الارض، هي ارض الابداع وهي ارض الخلق يعني. فبالنسبه للشباب طبعا، في انا بسمع مثلا هلا بينزلوا على الفيس مثلا، يعني بتلاقي اغلب الانتشار الشباب. ايه الأوسع بيكون تماما على تماما الفيسبوك. تماما تماما. فبتسمعي على الفيس، تسمعي عمل مثلا، مثلا أغنية مثلا لليندا بيطار باسمها الكبير، يعني الأستاذ محمد عثمان، يعني نوجه لهم تحية أكيد للأساتذة. أكيد نوجه لهم يعني تحية. بتسمعي شيء جديد، يعني بتنبسطي أنت إنه في شغل يعني. طبعا وهذا بيعطيني دافع أكبر إنه أنا كمان أشتغل شيء في وكون شغل موجود. بيعيش، عم يعيش كمان، يعني مو يعني ما يمرق له مرور تماما. الكرام. ايه ايه اكيد طبعا طبعا. عم نشوف انه الملحنين او حتى المغنيين، يعني ذكرت اسماء، عم يشتغلوا على موسيقى حقيقية، موسيقى راقية فينا نقول بعض الشيء، موسيقى عم تأثر بكل الناس، تترك بصمتها. ما أنا هي الغنية او هذا اللحن يلي بيقعد ساعة ساعتين بس بنسمعهم بوقت معين، والا ما عم نكون عم نقدر نسمعهم بكل الاوقات. اليوم عم نشوف واقع الموسيقى السورية افضل بعض الشيء. ان شاء الله افضل بجهود الشباب، افضل، بس بدها شوي التوعيه بالتربيه الموسيقيه بالمدارس. بس ما في هالنقطه هاي تطور بهالموضوع؟ يعني كيف عم تشوفون؟ يعني نحن كثير عم نشوف في معاهد موسيقية، في هلا أطفال، في عم ايه ايه في أهل عم يوجهوا أطفالهم لمعاهد موسيقية، بس يمكن لسه ناقص. بدها شوية مجهود أكثر. إيه بس في والله في كتير، يعني أنا درست وبعرف، يعني الرغبة عند الأهالي بإنه الطفل يتعلم موسيقى كتير كبيرة بس يعني. لازم استمرارية بس بهذا. بدهم استمرارية، وبدهم كمان بالمدرسة، الموضوع بالمدرسة كمان كتير مهم، إنه تكون مادة انه الموسيقى حصة هي الموسيقى، ما انا حصة حصة، ما تسلاية، نحصة هي تسلاية، ما نحصة فراغ. تماما تمام هي حصة لازم هي دعوة تكون. لوزارة التربية هلا إيه معناتها. لازم هيك. عن جد. طارق خلينا لك هيك نسمع شي طيب كمان. هلا بسمعكم غنية أنا اليوم كنت عم بغنيها الصبح. انت عم تغنيها الصبح؟ طب ما ليه تسمعني اياها اللي كنت يلا انا عم غنيها انا وميسان باشا. طيب. قالوا لي
تاني الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني، رديت وقلت بتشمت ليه، هو افتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده، انا بحبه وراعي وده، ان كان في قربه ولا في بعده، وافضل امني الروح برضاه، قال جفاني وزاد حرماني وزاد حرماني، هو اللي حالي كده وياه، كان يفتكرني عشان ينساني، عشان ينساني. الله يسلم تمك. خلينا طارق، قبل خلينا نسمع شي للعيد. شي للعيد حزنتنا شوي بهاي الغنية. راح اضطرب هو شوي، ايه بس فعلا مؤثرة الغنية. شكرا كثير لك يعني طارق، دائما بتروح للاغاني الطربيه وبتاخذ جزء يمكن من موسيقتك من وقتك، دائما بتدندلنا طرب، ليش اكثر شيء يعني؟ هلا ما بعرف، يمكن والله بالشخصيه، والعود يمكن العود بيجبر الشخص انه يحب الاغاني الطربيه اكيد يعني، ما فيني اجزم بهالموضوع، ما فيني احكي عن غيري يعني اذا هيك، بس بحكي عني هلا كوني انا ربيت على اني اسمع عبد الوهاب، ام كلثوم، بسمع وديع، بسمع جديد يعني، بسمع وائل كفوري وناسي عجرم، بس بحب غني يعني. بدقوا لي احيانا بيقولوا لي انه اخي تعال في عنا حفله، اللي حضرانينا كلياتهم كبار ومعتين تعال مشان ستايلك تماما، فبروح بتفاجئ، حتى الكبار بيقولوا لي لا نحن بدنا مثلا اغاني اجدد ما هلا الكبار ملوا على بدهم اغاني جديده. مره سالني سمو جباعي بوجهله تحيه كمان، سمو اخونا، فقال لي طارق انت على طول بتغني قديم يعني، غني لنا شيء جديد. قلت له والله بغني لك شيء جديد يعني، بس ما كثير بظن انه يزبط، انا ما حابب يعني. فسالني سؤال، قال لي شو اجدد مسلسل شايفه؟ قلت له كمان والله كله قديم. قال لي يعني اجدد مسلسل؟ قلت له هجرة القلوب الى القلوب. لا قال لك وضعك قديم كثير هيك. لا كثير. طيب بسمعنا شيء من مؤلفاتك؟ ايه بنسمع شيء. طيب انا هلا انا عامل السنه الماضيه عامل اغنيه للام. بس هيك حابب اني عايد الامهات فيها. طبعا اكيد كل عام الامهات سوريا بالف خير بمناسبة العيد. ان شاء الله كلياتهم بالف خير. ان شاء الله. ست الدنيا كيفك، مشتاق كفك يمسح خدودي، وبوسي قبل ما بلش الرحلة عالدروب ممدودة، شي ليرتين ونص خرجي، ودعوات من قلبي تلاحقني، الله معك يا صغير، وافرح بعرسك تدعي أمي، واسمعي وبناظري طيفي وبشنت رغيفي ستي.
الأمهات، وكل عام وكل الأمهات بألف خير، وأمي بألف خير، أمك خير. لكن طارق خلينا هيك نحكي عن موضوع تطرقنا له شوي، هيك فوتني بمود ما بعرف شو، ما تعرف احكي مود مود الاغاني الطربيه. طارق لك هجره القلوب الى الخرب، اخر غني اخر مسلسل اخر مسلسل شايفه. طارق خلينا نحكي اليوم عن سرعة الانتشار عبر الفيسبوك، عبر السوشيال ميديا. يعني اليوم عم نشوف كتير عالم انه ممكن طلاب، ممكن عندهم هواة عاديين ما بيعرفوا يقروا نوتة ما كذا، عم يوصلوا لقلوب الناس بشغلة مهضومة، بتوزيع جديد، بتغيير شيء بسيط، وخاصة الشيء القديم عم يرجع يتجدد كمان. اليوم خلينا نحكي قديش الفيسبوك أو السوشيال ميديا تظلم ببعض الأحيان، ولكن هي في إلها شق إيجابي أيضا. صح، هي بتظلم بعض الأحيان لأنه بتعمل تشويش، يعني يعني اللي ما بيكون حقه أنه ينشهر بتلاقيه ينشهر. تمام، عرفتي علي؟ واللي بيكون حقه ينتقد بيطلعوا عليه بالعالي، بصيروا الكل فنانين والكل بيعرفوا انه لا هي الشغلة صح. هي تماما هي الحالة الطبيعية. تماما يعني هي الحالة الطبيعية عند الانسان، يعني انه يحكي ويناقش وهيك. بس بالنهاية هلا بالنسبة للسوشيال ميديا او الفيس، بحكي انا عن تجربتي يعني. مثلا لما بنزل مقطع على الفيس او هي بلاقي انتشر انتشار واسع كتير، صار في عليه مشاهدات. يعني في عالم مثلا بتجيني طلبات صداقة من الفلبين، من تركيا، من المكسيك. يعني صحيح. يعني هلا انا اشخاص هذول ممكن ما كنت اتعرف عليهم لو ما او ما يعرفوني او ما يتابعوني او ما تابع انا اعمالهم. يعني له اثر مهم طبعا، لكن له اثر كثير كبير. يعني هو هي المدينة الصغيرة، يعني العالم اللي بده يكون هو مدينة صغيرة فعلا. الشيء الثاني انه العالم ما تاخذ حقها بالنهايه، هي اللي بيقرر، هي مو العامه اللي بيقرروا اذا كان هذا الفن بيستاهل او ما بيستاهل. انا هيك برايي. الفرقه النخبويه، يعني الفئه النخبويه بالمجتمع، او هي اللي بتقرر انه هذا الشيء هو فن حقيقي او لا. نعم. اي تمام. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق طارق، وبنتمنى يا رب هيك تحقق اكبر انتشار بتقدر تحققه. وشكرا كثير لوجودك معنا، اضفيت جو خاص على حلقتنا لليوم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، وشكرا على كل الاغاني والفن الحلو. شكرا لك، شكرا كثير. اهلا وسهلا فيك.